بالظبط كده. وانا عايزه اقول حاجه، انت بدون وعي لا يمكن تتقدم خطوه واحده. بكل تأكيد، يمكن عشان كده دكتور ماجدة حضرتك موجودة معانا دلوقتي، لأن عشان فكرة الوعي بالمشروع بحد ذاته والوعي بأهمية أنه يكون للمرأة المصرية كيان اقتصادي خاص بيها. بس خليني أرجع لحضرتك مرة تانية لفكرة تحويشة، لأنه يعني خليني أتحدث بلسان حال المشاهدات، بما أن المبادرة دي خاصة بالسيدات، ممكن حد دلوقتي يقول طب إحنا إيه الجديد؟ يعني إحنا بالنسبة لنا من زمان جدا الجمعية دي موجودة مع أهالينا والجيران والجيران الجيران، وبتوصل لأرقام بالمناسبة في المجموعة الواحدة كبيرة جدا، يعني ممكن يكون شارع كامل سيدات، شارع كامل داخلين في نفس الجمعية. ايه الفكره؟ يعني حضرتك قلتي انه بيحصل المجموعات دي، او بيتم تنظيم المجموعات دي، بعدين بيتم انه بتدخل في مشروعات، المبلغ ده بيتم استغلاله في مشروعات وما الى ذلك. هل ان هي يعني منظومه مع بعض، ولا ايه الفكره؟ خلي بالي حضرتك، انت الجمعيات اللي كنا زمان بتتعمل وكده ما عادتش زي زمان، لان الظروف الاقتصاديه والمعيشه اللي الست بتعيشها، ازاي تعرف توفر بقى من جوه بيتها عشان تعمل دي؟ هم ما عندهمش الكلام ده. هي اول ما بتقعد وبتتكلمي معاها بتقول طب وانا اجيب منين؟ طب انا اعمل ايه؟ طب ما هي نفس الفكره، هتجيب منين عشان تدخل في المجموعات برضه؟ لا، هنا احنا بنعلمها ثقافه جديده جوه الاسره، ازاي ترتيب الاولويات، يعني بنديها ثقافة جديدة ازاي ترتب اولوياتها في الاسرة، وازاي يبقى الصرف عشان ترشد الاستهلاك وتقدر توفر. لان هي من غير ما تعرف تعمل كده جوه بيتها، وده الجديد اللي احنا بنعمله، ثقافة الوعي لترشيد استهلاك اقتصادي في الاسرة لمصلحة الاسرة. لو هي ما عملتش كده طب هي هتجيب منين؟ احنا بنساعدها ان هي ترتب الاولويات تقدر توفر. وفرت 5 جنيه هتعمل التحويشة، وتبدا باقل حاجه ممكنه، وهتبدا بفكره صغيره جدا. الفكره بتكبر في وجود المجموعه. لو المجموعه احنا التطبيق كان على 25، انا اقدر اكبر المجموعه اكتر من كده، وتقدر تبقى احنا رحنا في اماكن الكلام ده ما كانش موجود فيها. يعني حياه كريمه كان اساسها بناء الانسان وتنميه الاسره. فالنهارده انا لما بروح لمكان المراه اللي موجوده محتاجه وعي، محتاجه ده في اميه، ما في لا تقرا ولا تكتب، فانت النهارده بتحطي ضوابط انها تكون بتعرف تقرا وتكتب، ان هي عندها رقم قومي، حاجات كتيره بتبنيها مع المراه داخل الاسره عشان تنجح في المشروع. احنا بنوصلها لان اتعمل لها ورش في الاماكن اللي فيها تدريب. الورشه دي كانها بنك، وكان البنك ازاي تروح له وشاب وتطلعت الميزه عشان هي عايزه تتعامل على مشروع، فبتاخد خبرات تطبيقيه ميدانيه من خلال الورش اللي بنعملها في الاماكن اللي هم عايشين فيها هناك. فهي العمليه بالتدريج بتوصل لغايه ما وصلنا دلوقتي ان التحويشه هم بيقعدوا بيتدربوا مع بعض، ودي نماذج عمليه، يعني ما هوش بالنظري بيتعمل، ده بيتعمل نماذج عمليه بيتدربوا يوميا، وفي النهايه بيعرفوا ازاي. يعني كل واحده معاها مثلا علبه كرتون، والعلبه دي اللي هي هيبدا فيها التحويشه بتتحط بطريقه معينه، لازم يبقى في عامل الجذب ساعه العمل ده، عشان انت بتتعاملي مع مستويات وثقافات مختلفه. لكن هي المهم النجاح في تحقيق الهدف، ان انا اقدر اخلي. هل بيكون في دعم طيب يا فندم لاختيار المشروع المناسب؟ بعد ما هي بتختار المشروع اللي هي عاوزاه وفكره المشروع، وعندها قدره على انها تقوم بهذا العمل، احنا عندنا جهاز تنميه المشروعات موجود معانا، الصغيره والمشروعات المتناهيه في الصغر، فاحنا بنوصلها بقى للمكان. هي خدت فكره خلاص، عرفت ازاي انها لو في قرض ازاي تدخر، ازاي تحوش، هتعمل المشروع. من ضمن الحاجات بقى اللي لازم تعرفها انه وهي في المشروع لازم عندها اداره للمشروع، تعرف تديره، لازم يبقى في ربح لها. يعني هي زي ما حضرتك تحدثت يا دكتوره ماجده، هي منظومه متكامله.